الحبس يا خليفة شاعر. أنا عندي سؤال وحيد وماذا بيا سيد المندوب جاوبني عليه لأنه محيرني برش. به أنا باش نمشي معاكم في التوجه هذا، عندكم ألف حق، ألف حق، وزواجه بها غلط، غلط وجريمة في حق المجتمع. أنا تعرس، تفضل سيد المندوب، الطفلة هذه شنو الحل اللي أنت تقترحه عليها؟ هي باش تولد في جويلية الطفلة هذه ونحطوه هو في الحبس، وهي عايشة في الريف نتاع الكيف، وستتحول إلى مظهرة الأفواه، وبش تجيب في جويلية طفل غير شرعي. ما هو الحل تقترحه اليوم مندوبية حماية الطفولة لحالة هذه؟ تفضل. يعرس بها عامين ويتلقى. ما هو هذا الشر. انت استاذ حكيت على الصعوبات. اي استنى، الصعوبات اللي قريبة على مستوى العرس وكلامك صحيح، لكن عليه ما خمنوش في الصعوبات اللاحقة؟ علاش ما قلناش انه بعد كيصير كما برشا عائلات يهرب عليها ويخليها؟ عميل. شريطة العمل. انا عطيك ما اتعس، انا عطيك ما اتعس، مش عطيك تلاق بعد عامين. انا عطيك طفلة حبلة باش تولد في جويلية في ريف الكيف، الناس الكل باش يقولوا عليها راهي الطفله هذه راهي فاسده، تجهد الطفل اللي معاها حاجه اسمها اجهاض، عندها سيرتيفيكات، عندها شهاده طبيه يا ليلى فيها الحاله الصحيه نتاعها لا تسمح لها. هي باش تولد هذه، اخرجوا فاسده تفضل، يعني الاجهاض والولاده راهي مش أول حالة جي. ومؤخرا فما محكمة في ولاية رفضت الإذن بالزواج رغم أن الطفلة حامل. راهو لهنا كما قالت راهو فما وسائل ننظروا لها، النجم يقع إبعاد الطفل على العائلة هذيك، فما إمكانية النظر في الإجهاض مش لمجرد شهادة طبية، نشوفوا حتى خبير واثنين وثلاثة، وحتى الوضع الاجتماعي نجم ننظروا فيه. عندنا حالة متاع وصلت حتى الدار الإفتاء، يعني باش ناخذوا حتى حكم متاع فتوى. هذه إجهاض خلينا فما مليح، هذا المرحلة الأولانية. إذا كان تعذر على ذلك، عندنا مؤسسات حتى تقبل بصفة مؤقتة الطفل، الطفلة هي مع الجنينة نتاعها. نزار مؤسسة، أنا مؤسسة فين عدك تنجم تمشي فين تجي مؤسسة؟ بنعرف أنا بالحق فما مؤسسة، لأنه أنا اللي فاهم وتو إنه اليوم الطفل ما عنده حتى حماية في تونس، واللي فما فشل أنت المؤسسة أنت حماية الطفولة. كل صار باش نرجعوا نكملوا النقاش، يعني مؤسسة الزواج باش نرجعوا نكملوا النقاش لكن